السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سأسرد عليكم معلومات عن السد الرئيسي والسدود التحويلية التابعة له باختصار. السد الرئيسي ويقع في المنطقة الغربية لعرش بلقيس. بني عام 1983 بتمويل من صندوق أبو ظبي، وقد انتهى بناؤه مع القنوات الخاصة بالري من السدود التابعة له، وتم افتتاحه عام 1986 ميلادي. سعة السد الرئيسي 400 مليون متر مكعبا. أما الكاتشمنت أريا بالمعنى المساحة التجميعية لمياه السد هي تقريبا 10,000 كيلو متر مربع، وتأتي المياه من مديرية ماهلية ومديرية رحبة ومديرية جبل مراد التابعة لمحافظة مأرب، كما تأتي السيول للسد من محافظة ذمار وجزء من محافظة البيضاء، وتمر المياه من السد الرئيسي إلى السدود التحويلية ألف وباء عبر بوابة للسد الرئيسي. وتتكون بوابة السد من بوابتي، البوابة الأولى فهي البوابة الانزلاقية، والبوابة الثانية البوابة النصف قطرية. فهذه البوابتين توجدان على فتحة خروج المياه من السد الرئيسي، وتفتح البوابتي هيدروليكيا، وحجم المياه الخارج من فتحة السد الرئيسي هو 130 متر مكعب في الثانية تقريبا. وعن فتح المياه من السد الرئيسي، تتجه المياه إلى السدود التحويلية ألف وباء التي توجد عليها القنوات الخاصة بالري، أو السد التحويلي ألف وتوجد عليها القناة الرئيسية ألف، ويتفرع منها ثلاث قنوات فرعية. وهذه القنوات تروي المنطقة الزراعية جنوب وادي دنا وحتى منطقة الجبول كاملا. وبوابة السد التحويلي ألف بوابات تنفتح يدويا، والماء الزائد عن القناة يمر خلال مفيض لسد التحويلي ألف متجها إلى السد التحويلي باء، ويتكون سد التحويلي باء من مفيض السد وبوابات الصيانة وبوابتين القناة الرئيسية بي. البوابتين تعمل كعوامات. هذا محور ارتكاز، محور ارتكاز الدوران تدور هذه البوابة، الآن مفتوحة البوابة والعوامة ساقطة. عندما يرتفع المنسوب الماء في القناة حفاظا على القناة لا يطرح الماء من أطرافها، تقوم العوامة برفع البوابة وإغلاق فتحة السد، فتحتي السد التحويلي. الماء جاي من السد التحويلي باء، طبعا هذا سد تحويلي، وهذه القناة تغذي ثلاث قنوات فرعية إلى أسفل الوادي حوالي 71,000 هكتار. الآن مفتوح تغذية الآبار الجوفية فقط، لأن ما فيش مواسم، الموسم مخلص. يتم التسلق الآن عام جيسان اطلع. هاي بعد هنا، انت بعد هنا ايش هنا؟ هذه الصيانة، عندما يعني صيانة السد بوابتين، هذه البوابات بوابتين اثنتين، يعني بوابتي الخروج الماء بوابتين، وهذا الاثنتين البوابات الصيانة. وهذه الثانية، هذا المفيض يفيض الماء، حال زيادة الماء في البوابات يفيض إلى الوادي تحتية الآبار. يعني هذا لما يزيد الماء هنا مع هذا ما تحمل البوابة، الزايد يروح هنا، لأن البوابة لها مساحة معينة لخروج الماء. طبعا قال لكم البوابة لها مساحة معينة لخروج الماء، يعني إذا خلاص عندما يجد الماء هذا يسموه يفيض الماء إلى هنا،
لا الوادي. يا الوادي. تقلية الآبار. تقلية الآبار. طبعا هذا بسد تحويلي باء. طبعا هذه كامل بحيرة سد تحويلي باء. منين يجي هذا الماء؟ من السد الرئيسي. يجي ها. تبع. ذلك من هدوء الحين أربعة. ما شاء الله. هذا غريب ولا تدخل. أنا جيت هلا في اليمن. لايك وسبسكرايب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.